وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. واشنطن بومبيو لم يبت في تمديد إعفاء واردات العراق من كهرباء إيران. صحيفة البصائر: على غرار ميليشيات إيران، الولايات المتحدة تفكر بتنظيم ميليشيات في العراق. على الهيئة نت: الحرائق المنظمة تلتقم 7814 دونما من الأراضي العراقية. على المدى: ملف يكشف نقل دواعش من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم. الخليج الإماراتية: قمم مكة الثلاث تبحث توحيد الصف العربي والإسلامي. على العربي الجديد: المعارضة السودانية لم نحرز أي تقدم وقد نضطر لإعلان العصيان المدني. صحيفة الاندبندنت: بعد العقوبات صادرات إيران النفطية تهبط إلى 400 ألف برميل يوميا. يجري اليوم سباق بين رجال السلطة والأحزاب ورجال المرجعيات الدينية لتخطي رقم المليار الذي لم يعد يساوي جهد البقاء في منصب رسمي بضعة شهور كي يستقر في الجيب. ولو جرب المرء أن يسأل أي زائر للعراق متابع لأوضاعه ولما يجري فيه عن الظاهرة الأكثر انتشارا لكانت الإجابة البديهية: الفساد. عبد اللطيف السعدون يقول في صحيفة العربية الجديد: إن الفساد الذي يقيم في كل زاوية ومرفق جعل العراق يرقد في ذيل مقياس الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية العالمية هذا العام. حكايات الفساد في العراق كثيرة، وقد اعتادها الناس وأدمنوها، ولم يعد أمامهم سوى انتظار تغيير شامل يؤسس لوضع جديد، وهو أمر دونه في الحال الماثل خرط القتاد. لكن هناك حكايات طازجة ترتبط بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد الذي بدأ عمله مطلع العام الحالي، بإلزام المسؤولين الرسميين بالإفصاح عن ممتلكاتهم خلال مدة أقصاها أسبوع واحد. وها قد مر 20 أسبوعا ولم يفصح الحيتان الكبار عما يملكونه، ولم تظهر أي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد كما وعد عبد المهدي. هذا الكم الكبير من الفضائح لا يحتاج أكثر من توقيع رئيس الوزراء نفسه كي يتم اعتقال المتهمين وإحالتهم إلى القضاء للاقتصاص العادل منهم وإعادة ما نهبوه. وإلا هل يعقل أن رئيس المجلس وأعضاءه لا يعرفون أن أكثر من 1000 مليار دولار دخلت خزينة الدولة منذ الاحتلال، وأن 800 مليار منها فقدت خلال تلك السنوات العجاف، نصفها في مزادات تهريب العملة الوهمية ونصفها الآخر في مجالات تهريب النفط وما سميت عقود التراخيص؟ وهل لم يسمع أحد منهم بفضيحة أجهزة كشف المتفجرات أو عقود الأسلحة أو عقود الكهرباء أو عمليات بيع عقارات الدولة؟ الكاتب يضيف أنه هنا تصفع المرأة حقيقة، وهي أن بعض رواد مواقع التواصل يسمون مجلس مكافحة الفساد بمجلس رعاية الفساد. لن يكون في أحسن الافتراضات سوى دافع لإثارة الفتنة والاختلاف بين الحيتان أنفسهم. قال موقع الجزيرة نت إن الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونية، إذ خصص مبلغ 15 مليار دولار لتسديد مستحقات وفوائد الدين خلال العام 2019 نتيجة زيادة الاقتراض خلال السنوات العشر الماضية. وأشار الموقع أن المختصين يعزون هذا الأمر إلى الفساد المالي والإداري المنتشر في البلاد وذهاب هذه الأموال إلى جيوب الأحزاب لتمويل أنشطتها بدل التنمية المستدامة.
في عام 2014 تعرض العراق إلى أزمة مالية مع خروج ثلث مساحته عن سيطرة الحكومة، بالإضافة إلى ارتفاع النفقات التشغيلية، مما جعله يلجأ إلى الاقتراض الخارجي والداخلي لسد العجز في موازنته المالية وتغطية تكاليف الحرب. إثر ذلك أصبح الدين الأجنبي حالياً وفقاً لصندوق النقد الدولي 85 مليار وثلاثة بالعشرة، ويضم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة وشراء الكهرباء والغاز من إيران، في حين يبلغ الدين الداخلي 40 مليار دولار، أغلبه للبنك المركزي والمصارف الحكومية الثلاثة الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة وهيئة التقاعد الوطنية. واليوم العراق مدين لدول الخليج بمبلغ يقارب 41 مليار دولار اقترضها النظام السابق بزعامة صدام حسين، بالإضافة إلى ديون دول نادي باريس البالغة 9 مليارات دولار. واقتربت الديون العراقية من مستوى الخط الأحمر لبلوغها 55% من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت النائبة عن اللجنة المالية النيابية إخلاص الدليمي إن مبلغ المديونية العراقية كبير جداً، وذهب جزء منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 وحتى نهاية عام 2014. ينقل الموقع عن خبراء اقتصاديين قولهم إن مشكلة العراق تتمثل في ضعف الرقابة، فالأموال التي دخلت البلد من النفط تقدر بتريليون دولار منذ عام 2003 وحتى الآن، وهي كفيلة ببناء البلد وعدم الاقتراض من أي جهة خارجية أو داخلية. لكن الأجيال العراقية أصبحت مديونة مبالغ كبيرة، وأنه كان من المفترض على الحكومات التفكير في بناء مستقبل جيد لهذه الأجيال عبر التنمية المستدامة. سلط موقع الخليج أونلاين الضوء على تأثير العقوبات الأمريكية على ميليشيات إيران في العراق، وأشار الموقع في تقرير له أنه بعد مرور نحو 8 شهور على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وتجيش أمريكا سفنها الحربية في المنطقة بعد ارتفاع حدة التصعيد العسكري بين الجانبين، نجحت العقوبات نسبيا بإضعاف جبهة إيران في العراق متمثلة بميليشيا الحاج الشامي. التقرير يرى أن ضعف جبهة إيران في العراق بدأ واضحا بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بغداد في 8 أيار الحالي، حيث خفضت الميليشيات الموالية لإيران من خطابات التهديد والتصعيد ضد أمريكا ومصالحها في البلاد، في وقت شهدت فيه مناطق شيعية تظاهرات شعبية مطالبة بإبعاد البلاد عن الصراع الأمريكي الإيراني. ويضيف التقرير أن من بين أبرز التصريحات التي كشفت تغيير المواقف والابتعاد عن لهجة التصعيد ضد الولايات المتحدة الأمريكية تصريح القيادي في الحشد الشعبي والنائب في البرلمان العراقي هادي العامري، حيث شدد على ضرورة إبعاد العراق عن شبع الحرب إذا اشتعلت بين أمريكا وإيران. وينقل التقرير عن خبراء في شؤون الجماعات المسلحة قولهم إن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران بدت آثارها واضحة على إيران وحلفائها في المنطقة وخصوصا جبهتها في العراق، مشيرين إلى أن تناقض التصريحات بين قادة أبرز الميليشيات الموالية لإيران مثل عصائب أهل الحق وحركة النجباء ومنظمة بدر خير دليل على تخبط وضعف جبهة إيران. ويختتم موقع الخليج أونلاين بالقول إن حلفاء إيران في العراق على المستويين السياسي والعسكري فشلوا منذ بدء العقوبات الأمريكية في تشريع قانون يقضي بإخراج القوات الأمريكية من العراق، كما فشلوا بتحريك الشارع العراقي لمصلحتهم، معتبرا ذلك الفشل أقوى ضربة لإيران لما يمثله العراق من عمق استراتيجي مهم لمشروعها في المنطقة.
نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً للكاتب ديفيد إيغناتيوس يقول فيه إن مراقبة التهريج الذي أصبح سياسة الرئيس ترامب الخارجية مؤخراً قد يجعل الشخص يتساءل إن كان هناك منطق في تصريحاته المتقلبة والمتضاربة حول إيران وكوريا الشمالية وغيرها من القضايا. ويشير الكاتب إلى أن ترامب دخل من الآن في الأجواء الكاملة لحملة انتخابية سعياً وراء إعادة انتخابه، وهو لا يريد أن يظهر بمظهر الفاشل في أي جانب، ويريد أن يبدو صلباً ما دام هذا لا يقوده إلى الحق. يلفت الكاتب إلى أن ترامب يستمر في محاولة تلميع سيرته مدعياً النجاح في المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا الشمالية التي لم تصل إلى أي نتيجة، وإن كان ذلك يعني التناقض مع مستشار الأمن القومي جون بولتون والتظاهر بأن الاختبارات الجديدة التي أجرتها بيونغ يانغ على الصواريخ الباليستية لا تخرق قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فلا بأس من ذلك، والمهم هو ألا يسمى هذا فشلاً. ويستدرك الكاتب بأن حروب الشرق الأوسط لا تحظى بالشعبية وقد يزعج هذا الناخبين، ولذلك قام ترامب بسرعة بتصحيح ما قد تؤدي إليه سياسته، فقال يوم الاثنين: لا نسعى إلى تغيير النظام، نحن نسعى لعدم وجود أسلحة نووية. لكن أليس ذلك هو النجاح الذي حققته اتفاقية عام 2015 الذي قام ترامب بتمزيقها؟ ويفيد الكاتب بأن ترامب سيدخل جولة 2020 بصفته رئيسا حاليا، لكنه سيسعى في العام المقبل للحصول على التفويض الشعبي الذي يعتقد أنه سرق منه بسبب التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016 لتميل الكفة لصالحه. ويشير الكاتب إلى أن ترامب يحب أنموذج المصارعة العالمية الترفيهية المحترفة التي يروج لها صديقه فينس ماكماهون، والجميع يعلم أن هذه الحركات كلها كاذبة، لكن مؤيدي المصارعة يحبون هذا الاستعراض المرتب للشخص الجيد ضد الشخص السيء مع أنها مصطنعة. سبق لإيران أن رفعت شعار الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، إلى أنها لم ترفع يوما شعارا يقول الموت للسعودية أو الموت للإمارات أو الموت للبحرين. فاروق يوسف يرى في صحيفة العرب اللندنية أن كل شيء سيء فعلته إيران عبر الأربعين سنة الماضية كان موجها ضد العرب من أجل إساءة إليهم والإضرار بمصالحهم والانتقاص من سيادتهم الوطنية، ولم تصب إسرائيل بقشة من الأذى الإيراني. أما أمريكا فإنها كانت دائما مجرد شيطان أكبر سكن الخيال الشعبي الإيراني ولم يغادره. في مواجهة ذلك لم يظهر العرب أي رغبة في التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، ولم يكونوا معنيين بالكيفية التي يدير بها النظام الإيراني شؤون مواطني الدولة التي يحكمها، ولم يتبنوا المعارضة الإيرانية أو يقوموا بتحويلها. وإذا ما كان العرب قد رفضوا أن يزج بهم في صراع طائفي مع إيران لأنهم ببساطة لا يؤمنون بقيمة ما صار يشكل هوسا إيرانيا، فإن إيران من جهتها وضعت ثرواتها وجندت نفسها في سبيل نشر النزعة الطائفية بكل ما تنطوي عليه من أمراض التخلف والجهل والتعصب والعنصرية. ولأن إيران صارت تطرح اليوم بخبث على العرب مسألة توقيع اتفاقية عدم الاعتداء، كما أنها تريد أن توهم العالم بأن العرب يبادلونها العداء وهم على استعداد للعدوان عليها في الوقت الذي يرونه مناسبا لهم، فالعرب لا يحتاجون إلى توقيع اتفاقية عدم اعتداء مع إيران بعد أن هيمنت على أجزاء عزيزة من بلادهم وصارت تشن عليهم حربا بالوكالة من خلال أذرعها في اليمن ولبنان، ناهيك عن ميليشياتها
التي اقتطعت العراق من محيطه العربي، وصارت تلوح بأن يكون العراق ساحة الحرب المقبلة مع الولايات المتحدة. وبحسب الكاتب، فإن ما يحتاجه العرب من أجل ثقة بإيران أن تبادر إلى حماية نفسها من خلال إعلان وقف تدخلها في شؤونهم الداخلية، وهو ما يتطلب منها أن تكون صريقة مع نفسها ومع العرب. تحتضن مدينة مكة المكرمة اليوم وغدا ثلاث قمم خليجية وعربية وإسلامية، بناء على دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في أول تجمع بهذا المستوى لقادة 56 دولة يمثلون نحو 1.5 مليار عربي ومسلم. صحيفة الخليج الإماراتية ترى أن هذه القمم الاستثنائية التي تعقد في هذه الظروف الخطيرة التي يواجهها العرب والمسلمون هي نتيجة طبيعية لاستشعار المخاطر التي تحيق بالأمة وباتت تهدد حاضرها ومستقبلها ووجودها. بات من الضروري التصدي واتخاذ الموقف الموحد لدرء المخاطر، لأن اللوذ بالصمت والسكوت يعني تشريع الأبواب أمام كل الطامعين والطامحين الذين بدأوا يعدون العدة للانقضاض والاستحواذ على مقدراتنا وثرواتنا ودورنا وقرارنا وتصفية قضايانا العادلة. في الخليج العربي هناك هجمة إيرانية ضارية تستهدف المنطقة بشكل مباشر أو من خلال أدواتها، وهناك مخاطر بدأت تطل برأسها من خلال عمليات التخريب والاعتداء والتدخل التي تتعرض لها دولها، كما حصل مؤخراً من استهداف للبواخر التجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات ولمحطات ضخ النفط في مدينة الرياض، واستهداف مدينة مكة المكرمة بالصواريخ. وهناك تهديدات بالحرب وحشود عسكرية في المنطقة وحولها تنذر بصدام عسكري مسلح بين الولايات المتحدة وإيران جراء التجاوزات الأخيرة وسلوكها العدائي تجاه المنطقة والمجتمع الدولي، ما يستدعي وقفة موحدة لمواجهة كل الاحتمالات. وكما هو حال الدول الخليجية، فإن الدول العربية تواجه التهديدات إياها، تضاف إليها التهديدات الإسرائيلية، خصوصا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تواجه اليوم أخطر المراحل والمنعطفات التاريخية، حيث تتربص بها تسويات مشبوهة تستهدف تصفيتها أرضاً وشعباً وتاريخاً وثقافة وعقيدة في إطار مشروع خبيث يحقق حلم إسرائيل الكبرى. الصحيفة تختتم افتتاحيتها بالقول إن قمم مكة فرصة لنمي الشمل العربي، وهي فرصة قد لا تتكرر لتأكيد وحدة الأمة في مواجهة ما تواجهه من مخاطر، والعمل على رأب الصدع والصراعات والحروب وتضميد الجراح التي تدمي الجسد العربي. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. قال الفتى الأسترالي ويل كونولي الذي اشتهر مؤخرا عندما كسر بيضة على رأس سياسي يميني متطرف إنه تبرع بنحو 100,000 دولار أسترالي، أي نحو 69,000 دولار أمريكي، لضحايا الهجومين على مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا. وذكرت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن كونولي 17 عاماً تبرع بجميع الأموال التي قدمها له الجمهور،
من خلال حملة تمويل جماعي لتغطية رسومه القانونية لضحايا الهجومين. وكتب كونولي على مواقع انستغرام: لم يكن لي أن أحتفظ بهذه الأموال، مضيفا أنه يأمل أن يجلب المال بعض اللاحة للضحايا. وكان كونولي الذي يعرف حاليا بلقب فتى البيضة قد كسر بيضة على رأس السيناتور الأسترالي فريز أنينغ في تجمع حاشد في ملبورن، عندما ربط ذلك السياسي بين هجرة المسلمين وهجومي كرايست تشيرش. نشاهد الرسوم الكاريكاتورية. Yeah.